أولا نحن منذ اليوم الأول وقعنا عريضة وغيرنا كتب عريضة، منهم صبح الحديدي وبرهان غليون ومردن بيك وكتاب سوريين آخرين، ضد أن يدخل هذا الصهيوني ذو المواقف ضد أطفال غزة وضد الطفولة الفلسطينية والمؤيدة لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أكثر من منطقة في العالم أن يدخل في الملف السوري بأي شكل من الأشكال. ليفي هو الصوت الحقيقي للسياسة الإسرائيلية وربما للسياسة الصهيونية أيضا، وقد دعا لمؤتمر في باريس حضره بعض المعارضين السوريين وأظن أنهم لم يكونوا يعرفون عنه شيئا، وهي ينادي منذ اليوم الأول الثورة السورية بالتدخل العسكري في شؤون سوريا وتدمير سوريا، ولا ينبغي أخذ رأيه خارج هذا الإطار، أن الهدف الرئيسي والبعيد له هو تنفيذ السياسة الإسرائيلية وبالتالي تدمير سوريا. هذا هي مواقف ليبيا. حدثني في القضية الفلسطينية أحدثك في القضية السورية، أما أن تحطم سوريا على رأسنا بكل الاقتراحات المجنونة التي تتقدم بها فبكل وضوح بيقولوا بالفرنسية في شنو لابي، حلوا عنا أحسن لكم ولينا. هو يريد أن يقحم نفسه في أي تآمر من أجل مصلحة إسرائيل ومن أجل مصلحة العقل الاستعماري وليس من أجل مصلحة الشعب السوري. الشعب السوري لم لا الشعب الليبي تحرك بأمر من ليبي أو بأمر من قوى استعمارية، ولا الشعب السوري تحرك بأوامر وتوجيهات من ليبي. بالنسبة لتقييمي لما فعله برنار هنري ليبي، وهون موقفي أنا اتخذته منه، أنا بعتبره أنه مثل موقف فرنسا، موقف ضبابي وغير واضح. أنا ندعم القضية السورية بالكلام ما بكفي، فرنسا لحد الآن تدعم القضية السورية بالكلام فقط، موقفها ضبابي وليس واضح، وبرنار هنري ليبي هو يتكلم بلسان فرنسا.